السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا بكم الى هذا اللقاء اذا مصلحه الأرصاد الجويه اصدرت تنبيه من المستوى الثاني عن تهاطل لامطار بكميات معتبره ان شاء الله تنبيه سر المفعول الى غايه يوم الغد ان شاء الله على الاقل اذا امطار تكون معتبره تروح ما بين 20 لغايه 40 ملم على الواجهه الوسطى وكذلك الشرقيه على السواحل وكذلك المرتفعات هناك تنبيه اخر عن تساقط الثلوج بدايه ليلة اليوم بكميات تتراوح ما بين 10 سنتيمترات لغاية 15 سنتيمتر على القمة الجبلية الوسطى وكذلك الشرقية إذا أمطار معتبرة ستخص خلال يوم الغد الواجهة الوسطى وكذلك الشرقية تحت وقوع عود على شكل زخات مرفوقة بحبات من البرد كذلك تواصل لتساقط الأمطار كذلك على المرتفعات الداخلية مع تساقط لثلوج على القمم الجبلية الوسطى والشرقية التي يزيد علوها 800 متر سحب ستنتشر على وجهها الغربي على السواحل وكذلك المرتفعات حتى على منطقه تندوف والحدود الماليه الجزائريه اما درجات الحراره خلال ليله اليوم ان شاء الله طقس بارد على المرتفعات في الدرجات ودون الصفر على البيض ست درجات العاصمه ووهران نفس المقياس على بسكره المغير وتوغرت سبع درجات على تيندوف حتى على اضرار وتيميمون 17 درجه على اقصى الجنوب اما خلال ظهيره الغد تراجع محسوس لدرجات الحراره تقريبا على المناطق الشماليه خاصه على الهضاب سبع درجات على سطيف قسنطينه كرمه ميلا خنشلة حتى على سوق هراس مقاييس ما بين 11 الى بلاغيت 17 درجة على الواجهة الساحلية، ثم درجة فقط على الخط الرابط ما بين أقول باتنا كذلك الجلفة وأيضا البيض، 18 درجة على بسكرة عفوا على إليزي نفس المقياس على غردية وبشا، 16 درجة على بسكرة، 21 درجة على تيندو، 27 درجة على تامن ترتفع على 33 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد يبقى من قليل اضطراب إلى مطر محليا خاصة على السواحل الغربية رياح ستشتد تصل الخمسين كيلومتر في الساعة والبقية تقول إن شاء الله خلال يوم الجمعة إن شاء الله تواصل لتساقط الأمطار خاصة على الوجهة الشرقية أمطار شكل زخات بحول الله كذلك تواصل لتساقط الثلوج ثلو... أقول على القمم الجبلية الوسطى والشرقية التي يزيد علوها الألف متر هبوب رياح قوية على منطقة الأوراس وكذلك الوجهة الساحلية الغربية بعض الأمطار غير مستبعدة على منطقة الواحات وحتى على منطقة تندوف دائما تراجع لدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات خلال يوم يوم السبت بعض الامطار المستبعده على منطقه الواحات وتحسن في حال الطقس على الواجهه الشماليه رغم ذلك اقول رياح ستهب بقوه على الواجهه الساحليه الغربيه مع تراجع لدرجات الحراره على شمال الصحراء خلال بدايه الاسبوع القادم تحسن في حال الطقس تقريبا على كافة الأرجاء الوطن على الشمال وحتى على الجنوب هبوب رياح قوية ستخص الواجهة الساحلية الغربية مع درجات حرارة تتراوح ما بين 6 درجات إلى غاية 20 درجة على المناطق الشمالية وما بين 14 إلى غير 30 درجة وهذا على المناطق الجنوبية غرب الشمس اليوم الغد إن شاء الله الخميس على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام السادسة 22 دقيقة مساء أشكركم على المتابعة أمسية طيبة للجميع في أمان